آئیے بھائی دعا کر لیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی, ہر کتاب کے شروع میں دعا کرتے ہیں, اور آئیے پھر دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم نور قلوبنا اللهم اصلح احوالنا وقلوبنا اللهم اصلح احوالنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا فلا منور الا انت ولا شارح الا انت. اللهم اجعلنا ممن احيا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن احيا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا عزيز يا غفار يا عزيز يا لطيف يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم وفقنا للخير والعمل الصالح. اللهم وفقنا للخير والعمل الصالح. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم يسر لنا فهم هذا العلم. اللهم افتح لنا اسرار هذا العلم وحقائقه ودقائقه. اللهم وفقنا لمطالعة هذا العلم ويسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير. اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا
اللهم ارزقنا الاعمال الصالحه اللهم ارزقنا الاعمال الصالحه اللهم ارزقنا الاعمال الصالحه اللهم ارزقنا الاعمال الصالحه واجرنا واجرنا من السيئات من السيئات واجرنا واجرنا من السيئات من السيئات واجرنا واجرنا من السيئات من السيئات اللهم اللهم اعذنا اعذنا من كل آفة من كل آفة ومن كل معصية ومن كل معصية نعرفها او لا نعرفها نعرفها او لا نعرفها اللهم اعذنا اللهم اعذنا من كل حادثة من كل حادثة ومن كل خوف ومن كل خوف ومن كل حزن ومن كل حزن اللهم اللهم نور قلوبنا نور قلوبنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أجب دعاءنا أجب دعاءنا ولا تجعلنا ولا تجعلنا المحرومين المحرومين اللهم اللهم أجب دعاءنا أجب دعاءنا اللهم اللهم أجب دعاءنا أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل اللهم اجعل توفيقك توفيقك وعونك وعونك خير رفيقنا خير رفيقنا في صعوبتنا في صعوبتنا وفي جميع أمورنا وفي جميع أمورنا وفي ليالينا وفي ليالينا ونهرنا ونهرنا وفي حركاتنا وفي حركاتنا وسكناتنا وسكناتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي خارج بيوتنا وفي خارج بيوتنا اللهم اللهم أنت ربنا أنت ربنا أنت المستعان أنت المستعان وعليك الاعتماد والتكلان وعليك الاعتماد والتكلان اللهم أجب دعاءنا 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 ربنا ربنا تقبل درسنا تقبل درسنا ودراستنا ودراستنا ربنا تقبل درسنا ربنا تقبل درسنا ودراستنا ودراستنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا يا شارح الصدور 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 يا منور القلوب 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 يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم اللهم نقنا من الذنوب نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الدنس آمين ثم آمين آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا إله إلا لا إله إلا أنت أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين ربنا ربنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير فأجب دعاءنا فأجب دعاءنا ولا تجعلنا محرومين ولا تجعلنا محرومين اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في هذه السنة في هذه السنة ويسر لنا ويسر لنا جميع أمورنا جميع أمورنا في هذه السنة في هذه السنة ولا تعسرها ولا تعسرها آمين ثم آمين آمين ثم آمين آمين ثم آمين آمين ثم آمين اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد
محمد وعلى آله محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم جی کچھ تھوڑا سا کتاب میں سے پڑھ لیجئے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیع ہوا مبادلہ المال بالمال ینعقد بایجاز و قبول بلفظ الماضی و بطاعات فی النفیس و الخفیس فمبادلہ المال بالمال علت صوریت للبیع والایجاز والقبول والتعاطی ایجاب والقبول والإيجاب والقبول والتعاطي إلة مادية له والمبادرة يكون بين اثنين فهما الإلة الفاعلية ولم يقل على سبيل التراضي ليشتمل ما لا يكون بالتراضي ليشمل ما لا يكون بالتراضي فبيع المكره فإنه ينعقد هو الصحيح. چلیے بس بھائی.